النجمة هيفا وهبي، مساء الخير لك عبر ميوزك نيشن. مساء النور هيفا. لا شك انت متألقة جدا اليوم بحفل مستر لبنان 2012، وتميزت بهذا الحفل الأكثر مميز، وتوج رودولف أبو نادر ملك جمال لبنان 2012. خلنا ناخذ كمان ندعي الوزير إلي ماروني هيك حصريا. تفضل استاذ. خلنا ناخذ كلمة وزير السياحة بطريقة مختصرة وهيك بغادرنا، رأيك بالحفل عموما؟ أول شيء كان حلو مميز بحضور مميزة لبنان هيفا وهبي، وبالتالي كان إخراج حلو، تنفيذ حلو، الشباب عندهم شجاعة أنه يظهروا قدام الكاميرات، وهيدي خطوة جديدة بلبنان كتار عم بيحربوها. أنا حبيت أنا أعطي هذا الترخيص لهي الحفلة لما كنت وزير سياحة، حبيت شارك لأكد أنه نحنا بدنا نتقدم لقدام بالحضارة، ما بدنا نرجع لورا، لأنه في مين عم بيطالب إلغاء هيدي المباراة من لبنان. فأنا مبسوط كتير بالنتيجة، مبسوط بهيفا وبحضورها، وإن شاء الله على طول سهرات لبنان سهرات فرح. النجمة هيفا وهبي، مسيك مرة جديدة بالخير عبر ميوزك نيشن. مساء النور، يعطيك ألف عافية. اليوم كمان بيرفورمانس أكثر مميز، قدمت عدة لوحات غنائية عبر ستيج ريجنسي بالاس أدنى تحديدا هون، خبرينا شوي رأيك بالحفل وبفوز المشترك رودولف ونادر بداية. صراحة أنا انبسطت له كتير لرودولف، بيستاهل اللقب، طلته وأجوبته، يعني عم بحكي عن دوري كعضو بلجنة الحكم، طريقته وثقته بنفسه، وطبعا شكله الخارجي، كل عوامل ساهمت إنه يفوز باللقب. هيفا شاركت مؤخرا بمزيد النجوم ايفنت اكثر مميز تحديدا بدبي، ويعود ريعه لجمعيه راشد لمستشفى راشد في اماره دبي تحديدا. خبرينا، انت ساهمتي واشتريتي ايضا بعض المقتنيات من مزيد النجوم، خبرينا قد ايه يعني لك هدفك الانساني فعلا اللي مخبيه وبتتبرعين لجمعيات عديده حتى لو ما بتعلني، ولكن بنعرف قد ايه هيفا الانساني موجوده دائما في لبنان والعالم العربي. لا طبعا كان لي شرف اني اشارك بمؤسسة خيرية اللي تعنى بكل اطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسة يعني كان لي فرصة حلوة انه انا شوف الاطفال عن قرب بمشاركتهم، كانوا عم يعملوا بيرفورمانس على المسرح، ما بيسمعوا ولا بيحكوا، بس على يعني على ضجة على الفيبراسيون تبع الموسيقى كانوا عم يعملوا الإيقاعات. تأثرت كتير وأصدا طبعا شاركت بالمزيد، لأنه الهدف منه أنه مش الأغراض اللي تقتنيها، لأنه هي من قيمتها منا موجودة إلا من خلال هالمؤسسة الكبيرة مؤسسة راشد. أكيد يعني هلأ بتعرف في أشخاص بيقولوا أنه معقول هيدا هالمقتنى هيدا حقه هالقد، هي مش مهم قد حقه قد مهم أنت ليه اخترته لهالمقتنى أنك تشتريه، لأنه يمكن مردوده هو الهدف اللي نحن هونيك موجودين لألون. هيفا خبرينا شوي، تألقتي بفستان أكثر مميز، مش هيدا اللي طلعتي فيه on stage، ولكن هيدا كنت موجودة فيه بالجوري، خبرينا من تصميم مين سواء الفستان الأول وتصريف شعرك اليوم من قبل ستيف باتشي إلوتشي أيضا. وشي فستان اليوم تلتي لتوني يعقوب، توني ستايلست كتير موهوب، وأنا انعجبت كتير بذوقه تكنيك بالفينيشينج وبالموديلات اللي بنقيها، سو اخترت كل فساتين الليله هو لبسني اياها. شوف شوي الفستان، تخطر عبالي انت يا غالي وين، جاوبني يلا هديت نديل وتبقى مقابيل وتقعد تحكي لي حب هالدنيا كلها. أمورك الجديدة، شو عم تحضر تحضيرات جديدة مقبلة؟ أكيد الألبوم الجديد اشتقنا كتير، الألبوم الجديد خاص في كيف وين صارت التحضيرات؟ تحدي أنه جاهز الألبوم، مناطق غير توقيت مناسب للنزول يعني للأسواق إن شاء الله، و هلا أنا اعتذرت عن حفلات الفالنتاين لأنه رح كون موجودة بلوس أنجلوس، عندي تصوير وعندي إيفنت كبير رح كون يعني عم بحضره. شو هو تحت حفلات عيد الحب لميوزك نيشن؟ طبعا وجودكم كتير حلو بحياة الجو الفني والمصداقية والصورة الحلوة والصادقة اللي عم تنقلوها on the spot للناس، هذا شغل كتير مهم.